بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. الناس عايزة ترجع شغلها. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية الأخير والمؤكد. إليكم التفاصيل متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم حتى ننقل لكم كل ما هو جديد عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وأيضا عودة العمالة المصرية إلى السعودية. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية يعتبر من أكثر الأشياء التي تثير اهتمام المواطنين سواء في مصر أو في السعودية، لأن هناك الكثير من الأمور التي تعطلت بناء على ذلك القرار. ومن الجدير بالذكر أن قرار تعليق حركة الطيران بين البلدين تم إصداره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وذلك حفاظا على المواطنين وصحتهم والتحجيم من حركة انتشار الفيروس، مع العلم أن السعودية كانت قد بدأت في تشغيل جميع المطارات الخاصة بها بكامل قوتها ابتداء من الأسبوع الماضي، مما يعني أن فتح الطيران مع مصر اقترب للغاية. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، وتشير كل المؤشرات لأن الطيران السعودي سيفتح إن شاء رب العالمين في شهر فبراير القادم. حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المحدد الخاص بموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل أكيد، ولكن بدأت المملكة العربية السعودية في اتخاذ العديد من القرارات التي تجعلها تعود إلى حياتها الطبيعية من قبل انتشار الفيروس، مما يشير إلى اقتراب عودة حركة الطيران بصورة طبيعية في الفترة القادمة. وهناك الكثير من المواطنين مما يرغبون في العودة إلى السعودية بعد تعليق حركتهم للعودة إلى أعمالهم التي انقطعوا عنها منذ أكثر من عام، ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكنوا من السفر إلى السعودية مرة أخرى. حركة الطيران بين مصر والسعودية قبل كورونا، أكد يسري عبد الوهاب رئيس شركة النيل للطيران على أن حركة الطيران بين مصر والسعودية كانت في أعلى حالتها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة للعلاقات الدبلوماسية الجيدة للغاية بين البلدين طوال التاريخ. ولذلك ينتظر الشعب المصري والسعودي بفارغ الصبر صدور قرار عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية بصورة طبيعية حتى يتمكنوا من زيارة البلدين، وحتى يتمكن المصريون من أداء فريضة العمرة والعودة إلى عملهم في السعودية، ويستأنف السعوديين زيارتهم المتتالية لمصر بهدف العمل والسياحة. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.